السلام عليكم. أحد المتابعين الأخ أحمد آر بهاللقب مالي يسأل إنه هو عند الكورج لما يعمل يضرب على المفاتيح وهو يعزف صوت مزعج. يقول أنا حين ما أعرف أحكم لأن أنا ما عندي الكورج، أنا بصور لك ضربة الياماها وأنت أحكم بنفسك عقب، لأن بيكون عندك الاثنين، عندك الكورج والياماها. الحين بحط لك هذا صوت العود واسمع، شوف هاي الضربة بكل قوة على الكيبورد. ها نبدأ. انا ما اسمع اي صوت للمفتاح، اسمع صوت بس العود. نسمع، نحط الاصوات العادية، البيانو مثلا، اسمع البيانو، هاي اكثر شيء. ها ارجو انك يا الاخ عرفت شو كيف بتقيس ضربة الياماه وضربة الكورد. شكرا.